متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج كازا سيتي. اليوم نحل بمقاطعة سبتة من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية داخل الحزب العدالة والتنمية، خاصة على مستوى الانتخابات وأيضا الوضع في منطقة سبتة، مع رئيس المقاطعة سي سعيد الكشاني. سي سعيد الكشاني، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذا اللقاء الصحفي. العديد من المتتبعين يؤخذون على العمدة العزيز العماري أنه لم يحسم بعد في الدائرة الانتخابية اللي غيترشح فيها في انتخابات 2021، علما أنه العمدة الحالي، بالإضافة إلى أنه كان وزيرا وكان مديرا للحزب وأيضا برلماني منذ 2002. واش هذا الأمر يتعلق فقط بالعمدة العماري أو بكم أنتم كمترشحين أو كمنتخبين في صفوف العدالة والتنمية؟ الأصل في الأمور عندنا داخل الحزب أن عندنا واحد مجموعة ديال المساطر بها باش كيتختاروا المرشحين ديالنا لجميع الاستحقاقات الانتخابية. بالنسبة يمكن أنت كتقصد الاستحقاق الجماعي، الجماعي على كل حال، الجماعي أو البرلماني. كاين واحد مجموعة ديال المساطر يتبعوها الحزب لاختيار المرشحين ديالو، وطبعا الحسم النهائي في الواقع ما كيكون إلا بعد التزكية ديال الأمانة العامة. وبالتالي نقدر نقول لك مثلا على أن واحد من المرشحين ديالنا يقدر يتم التصويت عليه مثلا في المراحل الأولى على مستوى واحد الجماعة معينة، ولكن الأمانة العامة مثلا تقترح لأنه ممكن يكون أفيد وأصلح في جماعة أخرى. هذا وارد جدا. وبالتالي باش نقول لك على أن السيد العمدة وهو يستحق بصراحة بالمناسبة باش يكون موجود مرة أخرى في السياق لا ديال البرلماني ولا في السياق الجماعي، باعتبار الكفاءات اللي أبان عليها تبارك الله عليه زعما في هذه الفترة السابقة وفترات السابقة الأخرى اللي كان فيها لا وزير ولا كذلك برلماني فترات متعددة، يستحق أنه يتواجد في أي مكان. وبالتالي فستتكلف بطبيعة الحال الأمانة العامة وفق المنظور ديالها الشمولي على التمثيلية إما البرلمانية أو الجماعية، غتشوف على أنه الرجل أصلح في مكان معين، وأكيد كنتمنى على أنه يكون متواجد في التشكيلة القادمة بإذن الله ويستحق. لكن المفروض أن العمدة يكون حاسم في الدائرة الانتخابية ديالو، علاش؟ لأن التجاري في الدول أو المدن العالمية تيكون العمدة حاسم في الدائرة الانتخابية باش يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالنسبة للناخب. الناخب خصو يعرف العمدة ديالو فين غادي يترشح. وعلى كل حال هو العمدة السي عبد العزيز العمري بالتأكيد لن يغادر الدار البيضاء، لأنه مفروض أنه يترشح في المدينة التي سيرها لمدة 6 سنوات أو على الأقل 5 سنوات كاملة. من المفروض أنه والحمد لله عنده ما يقدم من حصيلة أعتقد بالنسبة للساكنة، وهي حصيلة مشرفة. وبالتالي أنا في اعتقادي في أي عمالة توجد في أي دائرة توجد في داخل مدينة الدار البيضاء سيكون حضوره مشرف، وكذلك عنده الحمد لله ما يقولش ندار خلال الفترة السابقة، لا باعتباره برلماني في إطار الترافع اللي دار على مدينة الدار البيضاء ولا كرئيس ديال المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء. في البداية التجربة الجماعية الحالية كان البعض يراهن على العدالة والتنمية على مستوى الاهتمام بسياسة القرب في المقاطعات، علاش؟ لأنه العدالة والتنمية هيمنت على جميع المقاطعات اللي كاينة في الدار البيضاء باستثناء 3 مقاطعات تتوجد على رأس أو 4 مقاطعات تتوجد على رأس مجموعة من المقاطعات في الدار البيضاء. علاش لم ينجح الحزب في هذه السياسة؟ وعلى كل حال قضية إشارة كلمة فشل في هذه السياسة القرب، أعتقد على أن بالعكس كان الحمد لله واحد الانسجام كبير بين المقاطعات، رغم أنه ما كان سيروش حنا الجماعة المقاطعات كل ديال مدينة الدار البيضاء، ولكن الحمد لله الأسلوب الذي انتهجه المكتب ديال مجلس جماعة الدار البيضاء في إطار العدالة المجلية خلى بصراحة على أن مقاطعة سبتة وهي موجودة هي مقاطعة ضحوية، خلى على أنها هي تستفيد من واحد العدد ديال المشاريع. ويمكن لي نذكر لك واحد العدد ديال المشاريع، لأنه الشعار الذي رفعه المكتب والرئيس العمدة، الشعار الذي رفعه هو كل شيء لكل مقاطعة. إلا قال شارع تهيئة شارع لكل مقاطعة، تهيئة حديقة لكل مقاطعة، مرفق معين لكل مقاطعة. وهذا الشيء شاهدناه لأول مرة. أنا كنت كما تعلم أنني كنت عضو ديال المجلس الجماعي السابق، القضية ديال العدالة المجلية كان دائما حولها واحد النقاش، وكان حولها احتجاج.
انا اعتقد يمكن ما تسولنيش غير انا كرئيس مقاطعه من العداله والتنميه، يمكن لك تسول حتى الاخوه الاخرين وراهم عبروا على هذا الشيء اكثر من مره، الاخوه الاخرين اللي موجودين لا في انفا ولا في عين السباع ولا على الاقل لما نذكر لك المقاطعات الاخرى اللي كيسيروها الناس من خارج العداله والتنميه يشهدون فعلا انه كانت عداله مجاليه وما كانش فعلا تمييز بين المقاطعات. الخصوم السياسيين تاع العداله والتنميه يقولوا بان التجربه الحاليه توضع امامها مجموعه من الامكانيات اللي ما عمرها توضعت وما عمرها غتوضع في التجارب المستقبليه، رغم ذلك لم يتمكن الحزب العداله والتنميه من وضع واحد البصمه ديالو على مستوى مدينه الدار البيضاء. وهذا انت انا على كل حال اعترض على لم يكن في مستوى التطلعات. صحيح، شوفوا واحد القضيه في العمل الجماعي في مدينه مثل الدار البيضاء، صحيح لان اي حاجه درتي كتبقى تحس على ان هناك الرغبه في المزيد، لانه الدار البيضاء في الواقع مازال محتاجه لواحد العدد كبير من المشاريع المهيكله. ولكن انا كنظن ما تحقق خلال هذه الولايه لم يسبق له مثيل، وكان صراحه تحققت مسائل متميزه. ونزيد نقول لك على انه ربما بعض الاشغال القائمه حاليا ربما هي تعكر هذا الجو ديال الانجاز. انا متاكد انه بعد سنه او سنتين من بعد الاستكمال هذه الاشغال الكبرى ديال التراموي ديال الباصواي ديال واحد العدد ديال الاشغال الكبرى اللي كتقام الان، ملي غتنتهي ان شاء الله غتكون الدار البيضاء في حله اخرى، وسيكون يعني ذاك اعتراف بان هذا المجلس قدم الكثير لمدينه الدار البيضاء. يكفي نتكلموا على الانفاق اللي تدارت في مدينه الدار البيضاء والمستوى ديالها، يكفي نتكلموا على النقل ومستوى النقل الجديد، يكفي نتكلموا كذلك على النظافه بالصيغه ديالها الجديده والاداء اللي تحسن. بغينا ولا كرهنا طبعا مازال خصنا هادشي كله كنقولوا، راه مازال خص الدار البيضاء المزيد من هادشي، ومازال خصها اكثر من هادشي، ومازال خص انخراط المواطن اكثر باش تكون المدينه ديالو احسن وافضل. هذا الشيء كله كنتكلموا عليه، ولكن لا يمكن لاحد صراحه ان ينكر على ان اللي كان لهذا المجلس واحد مجموعه ديال الاعمال جيده على مستوى مدينه الدار. ذكرتي التراموي ومنه ندخلوا للمحور تاع السباسه، كان واحد النقاش كثير في مقاطعه السباسه على مستوى مرور الخط الثالث من التراموي. البعض انتقد كثيرا مرور الخط الثالث من التراموي من شارع ادريس الحارثي اللي هو شارع الشجر، وطالبوا بانه يتم مرور هذا المشروع هذا من مقداد الحريزي على اعتبار ان مقداد الحريزي شارع اللي هو واسع. صراحه كنا درنا كاع هنا على مستوى مقاطعه سباته درنا دراسه اعتقد علميه، يعني باش ما نقولش دراسه كتبين على انه الافضل ان يكون هذا الخط ديال الترمويه يمر عبر الشارع ديال مقداد الحريزي، نظرا للعرض ديالو، نظر لسهولة المرور فيه، الإمكانية المستقبل الإمكانات المستقبلية اللي فيه إلى آخره. ولكن ناقشنا كثيرا كذلك مع كازا ترانسبور هذا الموضوع بحضور كذلك السيد العمدة في الموضوع، وتبين نظرا لاعتبارات متعددة منها المادية ومنها كذلك التقنية على أنه ما كاينش حل آخر ديال هذا الخط إلا أن يمر عبر شارع إدريس الحارثي. بالمقابل استفادت مقاطعه السباته ان واحد الخط ديال الباصواي اللي من المفروض كان ينتهي في مكان خارج المقاطعه الان غادي يكون عنده المسار ديالو عبر شارع محمد السادس ثم مقداد الحريزي ثم الدخول الى عمق السالميه. وهذا على كل حال كان واحد من المكاسب على الاقل ديال الدراسه اللي دارت المقاطعه ديال السباته في الموضوع. اذا دابا المشروع تاع ديك الحافله ذات الجوده العاليه غادي يوصل حتى للسالميه، ما يبقاش في نهايه شارع القدس. ما بقاش في القدس، دونك غادي راه دابا الاشغال هي انتم يمكن لكم تشوفوها من هنا من عبر نافذه مقر المقاطعه، الاشغال الان راها قائمه، وهذا غادي يكون مكسب لواحد المنطقه اللي هي خصوصا السالميه اللي هي كانت شي شويه ما غادي يوصلهاش مثل هذا النوع من. بالمناسبه السالميه كذلك غتكون قريبه من انطلاقه ديال الترامواي باعتبار على انها مطله على الزنقه واحد مكرر، حيث غادي يكون تما كاع المستودع الرسمي ديال الترامواي للخط الثالث اعتقد، الخط الثالث اعتقد اللي غادي ينطلق من الزنقه واحد ويخرج 10 مارس ثم ياخذ المسار ديالو العادي. ذكرتي السالميه، البعض يقول بانه من الخطا يعني تم وضع او تم احداث حي في هذيك المنطقه هذيك، لانه هذا الحي ولا بمثابه واحد السجن، لان ما كاينش مجموعه من المنافذ التي تؤدي الى السالميه. هو بصراحه للاسف صحيح، يعني الناس الذين
صمموا لهذا الحي في البداية، واعتبروا هو في الواقع في البداية ديالو اعتبروه دورتوار، يعني مكان ديال الموظفين ديال العمال، أنهم في واحد الوقيت من اللي سالوا العمل ديالهم يلجؤوا ليه، ولهذا ما 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 حرصوش على وجود واحد العدد ديال المرافق الحيوية العمومية، تكاد لا تجد فضاء تقريبا يتسع للناس يخرجوا فيه ويريحوا فيه وكذا، باستثناء واحد الزنقة التي تحولت إلى ساحة سميناها من بعد ساحة الانتفاضة. للأسف هذا الوضع ديال السلمية، نحن نفكر في الوضع ديال السلمية باستمرار داخل مقاطعة سبتة، كنحاولوا ما أمكن أننا نضيف لها مرافق جديدة، وكنحاولوا بالمناسبة درنا محاولات ديال نزع الملكية بالنسبة لبعض البقع الأرضية لإنشاء مرافق قريبة من الحي باش يستفدوا السكان ديال الحي. وعلى كل حال الحي الآن يتطور الحمد لله، يمكن شي شوية باقي ما غابانش هذه المرافق بسرعة، ولكن الآن بدأ الحي ينتعش واحد العدد ديال المرافق الحالية والمقبلة بإذن الله تعالى. فعاد السي غلا فاش كان رئيس المقاطعة دارت واحد الزيارة لدوار الكرة برفقة السي جديد، على اعتبار أنه يتم حيد هذاك الدوار تاع الكرة في إطار ترحيل تاع السكان دور الصفيح، وغيتم توسيعة تاع الجولان بالموازاة مع ديك التوسيعة تاع شارع القدس، ولكن رغم ذلك تنشوفوا بأن المشروع باقي مشاش في الإطار اللي خصو يمشي فيه. لا هو تم التوسيع ديالو، مناسبة باش نشكر السيد العامل الحالي اللي أعلى مجهود اللي قام به، اللي هو مجهود كبير باش تم توسيعة الشارع، لأنه الآن هو مقبل على مرور البصوي ما بقاش عنده حل، دونك كان خص ضروري يتحل هذاك يتوسع الشارع، دابا المشكل ما بقى شيء. ولكن المشكل ديال الأحياء الناقصة التجهيز راه مازال مطروح بطبيعة الحال، حنا نجتهد بطرق مختلفة لإيجاد الحلول. طبعا ما تنساش على أن هذه المناطق خضعت لإعادة الهيكلة، كاين الحي ديال النصر جوج اللي دار في إطار إعادة الهيكلة وقام به نيت السيد الرئيس غلاف في الفترة ديال الولاية ديالو، ولكن رغم ذلك ما زالت في هذه الأحياء فيها مشاكل تعميرية بالخصوص سكنية، من حيث كذلك حتى التزويد بالماء والكهرباء بالنسبة لواحد الجزء منها كاين فيه مشكل من ناحية القانونية. إعادة الهيكلة أعطت واحد الحلة صحيح جيدة بالنسبة للمنطقة، لأن تشقت عدد من الطرق الجديدة تما وعطات شوية واحد الفسحة لإمكانية الاستفادة من الفضاءات تما، كذلك الحي الصناعي الآن تدريجيا ينتعش باش يعود واحد الحي الصناعي تما بالجوار ديال هاد المناطق سينعش المنطقة. ولكن هذه الأحياء الناقصة التجهيز في الواقع ينبغي أن نجدها جميعا. طبعا المقاطعة الإمكانيات ديالها في المجال محدودة، ولكن تقترح وتبدي الرأي، وهذا أن نجد لها حلولا تليق بالساكنة. هذوك ما نسوش على أنهم من أقدم الساكنة ديال المنطقة ديال الدار البيضاء، يعني الناس يسكنوا الدار البيضاء من سنوات قديمة، ولكن للأسف الوضع ديالهم ما تغير شيء المدة كاملة. أنا نقول لك واحد القضية، هو كاين شيء اللي هو مفروض أنه الدولة خاصة تقوم به، ولكن كاين شيء حاجة كذلك اللي خاصة تحت السكان باعتبارهم مالك الأرض، هما ماشي الأرض محتلين، هما ملاك لهذه الأراضي على الشياع وكذا، عندهم كذلك إمكانية على أنهم كذلك يتوحدوا ويحلوا المشاكل فيما بينهم إلى آخره، ولكن خص صحيح مساعدة الدولة ومساعدة الجماعة إلى آخره. من النقاط السوداء في مقاطعة سباسة هو السوق بير الحلو، هذا السوق اللي دار على أنقاض واحد حديقة صغيرة اللي كانت واحد متنفس لسكنة هذيك المنطقة هذه، علاش ما قدرتوش تحلوا هذا المشكل؟ هو السوق البير الحلو صحيح، وللأسف التفكير الأول اللي في المكان ديال الحديقة دار السوق ماذا هذا كان على كل حال خطأ، ولكن الآن الأمر قائم لا يرتفع. صحيح أن السوق في محلات تجارية عادية وسوق بلدي طبعا التدبير دياله من طرف المقاطعة، ولكن كذلك من طرف جماعة الدار البيضاء. الإشكال دياله هو الباعة الجائلين اللي كيكونوا الوسط إلى آخره، السلطات الله يجزيهم بخير كيبدلوا مرة مجهودات لتنظيم هذه العملية. الإشكالية عندنا في مقاطعة سبتة كما تعلم هو الخصاص في الوعاء العقاري اللي ما سمحش نهائيا بإنشاء أسواق بديلة. درنا شي حاجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هنا في السلمية واحد،
واحد السوق ديال القرب الان يشتغل، ولكن ما غادي يمكنش يحتضن كل باع الجائلين. درنا كذلك بجوار مؤسسه البرقادي كذلك واحد تنظيم ديال باع الجائلين اللي كيبيعوا شي حاجه خاصه في اطار كذلك اللجنه المحليه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هادشي الحمد لله دار، ولكن ما كافيش في منطقه بحال سباته انه يحتضن جميع الباع الجائلين، ولهذا كتبقى شويه المشاكل على مستوى البر الحلواني. هل صحيح انه سيتم هدم السوق خاصه ان مجموعه من الاشاعات تمشي في هذا الاطار هذا؟ لا، هو لحد الان ما كاينش كلام على هذا الشيء، هو كان ما كاينش كلام على هذا الشيء، ولكن بصراحه انا كنعاود نكرر على انه التفكير الاول في البناء ديالو في هذاك المكان فاعتقادي كان خطا. في بدايه التجربه البعض كان يقول بانه مقاطعه سباته خاصها تكون واحد مقاطعه نموذجيه، مقاطعه لان علاش؟ لانها ما فيها الرصيد العقاري متحكم فيه، وايضا النقاط السوداء اللي فيها قليله، ولكن ما تمشى هذا الامر هذا. ما عرفتش كيفاش كتبني الحكم ديالك، عطات ولا ما عطات شيء. على كل حال من يقول انا، على كل حال انا مناسبه باش نقول لك على ان المقاطعه السباته هي من انظف المقاطعات. مقاطعه السباته من المقاطعات المنظمه حتى في البنايات ديالها والرصيد العقاري ديال التعميري زعما مطلوب، ساكي واحد العدد ديال الناس كيبغيو يسكنوا في سباته. صحيح كاين اشكاليه، انا قلت لك الاشكاليه اللي كاينه هي الاشكاليه ديال الوعاء العقاري الجماعي ديال الدوله اللي هو فيه خصص شديد، كيخلي فعلا اننا ما نتمكنوش نديروا بزاف الحوايج. نعطيك غير نموذج، ملاعب القرب مثلا باعتبارها واحد من وسائل الترفيه لفائده للشباب حتى للكبار، ما لقيناش مثلا فين نديرهم رغم ان كانت عندنا الامكانيات باش نديرهم، ما لقيناش لانه ما كاينش وعاء عقاري مناسب، فاضطرينا نديروا البعض منا واحد ربعه ديال الملاعب نديروهم داخل حديقه سانتين، نستغل واحد الجزء من الحديقه باش نديروا فيه ملاعب ديال الخرب، لوركو كانت بالامكان باش نديروه في بلايص اخرى لو كانت الامكانيه. هيئنا ملاعب اخرى غير معشوشبه في اماكن اخرى، هيئناها قريبه من الناس ديال السلميه والناس ديال احياء النصر، ولكنها غير معشوشبه ومؤقته بصراحه باش نكونوا واضحين، هي مؤقته ما هي شيء نهائي. شكرا سي الكشاني على قبول الدعوه. مرحبا بكم في كل وقت، نتمنى من الله على ان تكون الاجابات ديالي شويه شافيه كافيه، نتمنى من الله. على كل حال وحنا اللي مهم ان يسر الله تعالى لهذه المقاطعه ديال سباته المره المقبله مجلس منتخب كذلك يتحمل المسؤوليه ديالو الكامله ويدير النصب ديال الاعيون ديالو بالاساس انه يخدم الساكنه ويخدم المنطقه.